أهلا بيكم من جديد في الحلقة رقم 9 من سلسلة حكاية مثل. شكرا لكل اللي اشترك في القناة، وتعدينا 1000 مشترك من بعد الحلقة رقم 8. وجودكم أكبر دعم لينا وشرف كبير بجد. المثالين بقى اللي معانا النهاردة وضعهم مختلف تماما عن كل قصص الأمثال اللي فاتت. هتقولي إزاي؟ ما تقول يا ابني، ما تقول يا حبيبي. مش مشكلة، هعتبر إنك قلت. يعني حكاية مثلنا الأول هتعلمك إزاي تراضي في الناس وتظرف اللي قدامك المهموس اللي يخليه يسيب لك الدنيا كلها ويطفش. تابع معانا بقى علشان هتستفيد. لو أنت حابب تخنق اللي قدامك وتراضي فيه، فنصيحتي ليك تسمع القصة دي كويس جدا وتركز معايا، وهي قصة مثل مسمار جحا. طبعا كلنا نسمع عن جحا، وجحا ده شخصية مصرية قديمة ليه قصص كتير ونوادر، لكن الراجل ده كان ده يا جماعة، فكان بيحب يوصل لهدفه بأي شكل حتى لو بالباطل. أموت أنا في الإصرار والعزيمة. جحا كان راجل فقير جدا، ولما الحال ضاق بيه فكر في حل يشيل بيه حتة من الفقر اللي هو عايش فيه. فقرر انه يبيع البيت اللي عايش فيه بس من غير ما يفرط في البيت، وده لان البيت كان كبير جدا وكان ورثه عن ابوه، وهو كان كل شيء يملكه. وفي يوم من الايام عرض جحا البيت للبيع، فجاله راجل غني واشترى منه البيت واعطاه الفلوس اللي طلبها. لكن جحا اشترط عليه شرط غريب حبتين، وهو انه علشان يشتري منه البيت يسمح لجحا انه يدق مسمار في الحيطه. طبعا المشتري وافق بدون تردد، وهو يعني المسمار اللي في الحيطه ده هيضرني في ايه؟ اشترى الراجل البيت من جحا. وتاني يوم راح جحا للبيت وطلب من المشتري انه يدخل يطمن على مسمار. الراجل استغرب من طلب جحا، لكن وافق على طلبه ودخل جحا البيت، والراجل قدم له الطعام والشراب كمان. وبعد ما انتهى جحا من الاكل، اتفاجئ الراجل بيه وهو بيقلع جبته وبيستعد للنوم. والجبه دي عباره عن والنبي يا ابني ما اعرف، بس هي تقريبا تشبه الصوره اللي قدامكم دي. فسال الراجل جحا: انت بتعمل ايه؟ قال: انام جنبه مسماري. وفضل جحا يروح للراجل كل يوم البيت في اوقات الاكل، فياكل معاه ويشرب وياه وينام كمان جنبه مسماره، لحد ما الراجل كره نفسه وكاد ان ينتحر جالسا فوق ذاك المسمار. لكن على مين؟ فضل جحا وراه لحد ما الراجل ساب له البيت بمسماره. ومن هنا اصبح المثل ده بيتقال لكل شخص بيراضي في التاني وعامل له قلق كانه مسمار جحا. وبكده نكون انتهينا من فقرة المساعدة اللي قدمناها لكل واحد مش عارف يخنق اللي قدامه ازاي. اكيد المعلومة دي هتفيده. نروح دلوقتي بقى لقصة مثلنا التاني، ولكن بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا من تاني نكمل حلقتنا النهاردة من سلسلة حكاية مثل. المثل اللي هنتكلم عنه دلوقتي من عصر المماليك في مصر، وهو عن حبايبنا المنايفة اللي وعدناهم في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنعمل لهم حلقة زي اهل بنها. اشمعنى يعني نتكلم عن اهل بنها ونسيب المنوفية؟ ده انا حتى تعب ربنا. واللي ما شافش باقي الحلقات هتلاقي الروابط موجودة في الوصف. كلنا او تقريبا اغلبنا نسمع مثل المنوفي لا يلوفي ولو اكلت لحم كتوفي. كمية الفه اللي في الجملة دي يا لهوي. المثل ده بيدل على عدم الوفاء. الناس اللي منوفيه وبتشوفني دلوقتي، طبعا الكلام ده مش ليكم، ها؟ والسبب في كلمه المنوفي في المثل ده هو ان القصه كانت بين شخصين، واحد منهم من محافظه المنوفيه. في عصر المماليك تعدى مملوك على زميله بالضرب، ففضل ينفخ فيه لحد ما الراجل فيص في ايده ومات. ولما المملوك اكتشف انه مات حاول يهرب قبل ما حد يشوفه، لكن كان فات الاوان، لان كان في شخص واقف بعيد وشاف كل النفخ اللي حصل. فراح المملوك للراجل المنوفي اللي كان واقف وحاول يعرف نواياه ويوصل معاه للاتفاق او يرشيه بحيث انه ما يتكلمش. شايفين الكوسه من امتى؟ ده تراث يا عم الحاج. فضل المملوك مع المنوفي ياكل فيه لحم غنم وجمال لحد ما ظبطه، واتفق معاه انه ما يشهدش عليه في المحكمه، ووقتها يعطيه فلوس كتير جدا وكل اللي يتمناه. وجه اليوم الموعود، وقف المملوك قدام القاضي يتحاكم على قتل زميله، وطلب القاضي من المنوفي ان يحلف اليمين على انه يقول الحق بخصوص الواقعه دي. وهوب فرد المنوفي وانشكح وقال كل اللي حصل بالتفصيل. صرخ المملوكي على المنوفي وقال له: احنا مش متفقين.
رد عليه المنوفي: يعني عاوزني اشهد زور وطلعت من السجن ودنا النار، طب دي تيجي والنبي. رد المملوكي وقال: المنوفي لا يلوفي ولو اكلت لحم كتوفي. يا ريت محدش يزعل مني يا جماعه، احنا بنتكلم في تراثي حماده. وبكده نبقى انتهينا من حلقه النهارده، واعمل لايك بلمسه هيكفيك شر الحبسه يا ابني، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل حلقاتنا. استنونا ايام الاحد والثلاث والخميس من كل اسبوع الساعه 10 مساء بتوقيت مصر. استنونا.